حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. واليوم تزداد الحركات السياسية بين هذا الطرف وذاك، وبينما يسعى لمصالح الشعب والآخر يرى المراقبون تحركاته ربما تعطيلية لبعض المشاريع المتعلقة بمستقبل الحكومة المرتقبة. فمناظرة السيد مقتدى الصدر اليوم من ضمن التحركات الرامية لأهداف معينة وفق ما يراها السيد الصدر، فهي لاقت ترحيبا سياسيا من بعض قادة الكتل، لكن القبول شرطه الضمان، ربما الضمان من كل الجوانب، مثل ما طالبت به النائب حنان الفتلاوي بضمان سلامة حياتها بعد إنهاء المناظرة. وحقيقة هذا أمر يجب التوقف عنده. ترى ما قراءة النائب حنان الفتلاوي لجوانب المناظرة حتى طالبت بضمان السلامة؟ أما في ملفنا الثاني مشاهدينا، فمع استمرار السيطرة على المجلس النيابي وتعطيله عن أداء مهامه بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء، فإن جملة احتمالات وحقائق تقفز إلى الواجهة، أبرزها ملفات الفساد التي ظهرت خلال الأيام الماضية والتحديات المتعلقة بالأمور العامة للبلاد. هذه المستجدات مشاهدينا تستلزم انعقاد المجلس ومناقشة رأي أعضائه بعيدا عن فرض سياسة الأمر الواقع التي لن تنتج سوى المزيد من الأزمات. إذن مشاهدينا، هذه الملفات لحصادنا لهذه الليلة ونتابعها مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، بعد توجيه الدعوة بالتوسط الأممي من قبل التيار الصدري، انبرى بعض المدعوين لقبول هذه المناظرة مع سماحة السيد مقتدى الصدر والتي طالب بها، لكن بوضع شروط. الآخر وضع إشكالات تتمحور حول توقيت هذه المناظرة، ويتبعهم من وضع تساؤل حول إمكانية جمع الفرقاء المتخاصمين من التيار والإطار إلى طاولة واحدة. لكن لماذا لم تتم تلبية الدعوات السابقة؟ لم يكن للسيد الصدر مانع من حضور الاجتماعات مع خصومه. كلها مشاهدينا أسئلة تدور في أفكار المتابع والمواطن، نناقشها في ملفنا لهذا اليوم، لكن بعد متابعة تقرير الزميلة نهى الشمري. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، المشرف العام لمركز دالة للدراسات الاستراتيجية الأستاذ حسين شلوشي. أهلا بك أستاذ حسين، ضيفا كريما. والترحيب بعضو ائتلاف دولة القانون الأستاذ عباس عبود، ينضم لنا مباشرة بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم السيد عباس. وأيضا بعد قليل ينضم لنا مباشرة عبر سكايب السياسي المستقل الأستاذ غسان الشبيب، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من بابل. أهلا بكم سيد غسان. وأبدأ معك أستاذ حسين، المناظرة التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر مع خصومه من القوى في الإطار الشيعي، تعتقد أن لها داعي في هذه المرحلة؟ سوف تساهم بحل هذه الأزمة لربما تعقدها وتترك تشدد ربما وتوتر لدى جماهير الطرفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام أستاذ عباس والأستاذ غسان. واقعا قبل الإجابة على هذا السؤال، احنا الآن المشكلة الجوهرية، المشكلة الأساسية التي تسبق هذه الدعوات سواء للمناظرة أو حتى للحوار، هذا الحوار السياسي الذي دعا له السيد رئيس الوزراء، لدينا محددات بسيطة جدا، وكلها هذه المحددات تتمحور حول الشعب والمواطن، وكل دعوات هؤلاء تذهب بهذا الاتجاه، ولكن أين هو المواطن وأين هو هذا الشعب من هذه الدعوات؟ لدينا مشكلة بين يدينا الآن، مشكلة الأمن الغذائي وأموال الأمن الغذائي وفترة تنفيذ وإنفاق هذا المبلغ لمصلحة الشعب العراقي والمواطن العراقي. أقول هذا الكلام الأصل، هذا الأساس، هذا الذي يجب أن يتابع، لأنه آخر حصيلة في هذه الحكومة، في حكومة السيد الكاظمي، وآخر ما توصلت إليه الآراء والكتل السياسية أيضا من حوارات بينية وحوارات علنية ودعوات نخب وما إلى ذلك، أهمية مبالغ الأمن الغذائي وانعكاسها على المواطن العراقي، هذا شيء عملي وملموس باليد، وعندنا اموال واموال فائضه والحمد لله والشكر، اسعار النفط ارتفعت وصار عندنا فائض ومخزون احتياطي بالبنك المركزي وما
إلى ذلك. الآن هذا الموضوع مسكوت عنه ورايح إلى منطقة ضبابية. مسكوت عنه بسبب تعطل المجلس التشريعي. أبداً. الآن الأموال يعني تفرز وتصرف وتجري عقود في هذا في الأمن الغذائي من طائلة الأمن الغذائي والأدهى ولا أن كان من ذلك، أنه وزير مالية حتى يصرف هذه الأموال حتى يوقع عليها بصلاحية حكومة وبصلاحية حكومية كاملة. هو كان كل الفكرة من الأمن الغذائي أنه هذه الحكومة تتفلت من أنها حكومة تصريف أعمال وتذهب إلى منطقة تمارس كامل صلاحياتها. طيب حاليا وزير المالية يعتقد وصل إلى لندن، نتوقع راح يبدي بتصريحات قد تكون أكثر صراحة. هذا يعني لا ينفع العراق حتى وإن صرح هذا الوزير، حتى وإن صرح وإن قال وإن كشف وإن اعترف وإن هذا كلها حقيقة بالنسبة إلى المواطن العراقي سوف لا يبقى شيئا. طيب لكن ملفات كبيرة، ملفات فساد وغيرها، ويمكن هذا واجب البرلمان. البرلمان حاليا معطل، نناقش هذا الملف بملفنا الثاني من الحصاد. لكن نرجع للدعوة إلى المناظرة، يعني ما مدى إمكانية تلبية هذه المناظرة؟ ما هو برنامجها؟ خصوصا مطالب التيار الصدري أصبحت معروفة، حل البرلمان، انتخابات جديدة، لكن هذه المناظرة إن حدثت فعلا ممكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية لو سلبية. احنا نتحدث الآن في نظام عراقي جديد اسمه النظام الديمقراطي، واخترنا من هذا النظام الديمقراطي ما يسمى بالديمقراطية النيابية، بمعنى أن الشعب يتمثل بالنواب وانتهى، هذا مفاهيميا وقانونيا ودستوريا عندنا قطع في هذا الحوار المباشر وإلقاء القرارات على الشعب. هذه الديمقراطية مباشرة انتهت، صارت 3000 وكسر سنة، انتهت من أثينا وانتهت. الآن قليلة تطبق في بعض بلدان أوروبا، في وضع مثالي آخر في سويسرا وغيرها. ما ترهم بالعراق احنا نجيب هذا الموضوع او هذا الكم الهائل من القرارات في بشان الفساد، قرارات بشان محاسبه الفاسدين، قرارات بشان تحسين مستوى المواطن، هاي كلها نناقشها احنا ويا المواطن، والمواطن يرفع صبعه او المواطن يدري او المواطن يعرف. ما احنا عندنا الان في مؤسسات الدوله، تفعل مؤسسات الدوله كامله التشريعيه والتنفيذيه منها مباشره، ونذهب إلى والقضائية ونذهب إلى هذه الملفات. اليوم السيد الصدر أو غيره عندما يتحدث عن مناظرة نذهب إلى ملف، إلى خلق وصناعة ملفات، هذا فعل سياسي وعمل سياسي جدير بالاهتمام أن تكون عندك ملفات منظمة مرتبة قانونا تدين سين وصاد من السياسيين ومن الكتل ومن الوزراء والبرلمان وما إلى ذلك. هذا ضمن السياق العام وضمن الفاعلية السياسية الصحيحة. أما أنه إحنا فقط لقلقة لسان ونتحدث أمام المواطنين وهذه اللقلقة السياسية، شوف فقط هاي. طيب. في الغرب وفي العالم، في هذا العالم الغربي المتمركز الآن بالشرق الأوسط، متمركز بشكل الوجود الطبيعي ككيان طبيعي، وأيضا في عقلية الشرقي، أن يذهب هذا المواطن الشرقي إلى اللقلقة السياسية والحوار السياسي، وهذا واحد من عوامل تخلف هذه الشعوب. لأنه يفترض المواطن ابن الشعب والدولة الحريصة يذهب هذا المواطن إلى تخصص يبني به بلده، بدلا من الحديث في السياسة وهنالك حيز أو مجموعة من الناس تذهب إلى العالم السياسي، شأنها شأن أي مهندس وأي طبيب وأي نجار وما إلى ذلك من مسميات المهن، مع احترامنا لجميع هذه المهن. أما أن الجميع، كل البلد صغير وكبير، عنده تحصيل علمي ما عنده تحصيل علمي، مؤهل غير مؤهل، كفو غير كفو، قادر غير قادر، يذهب إلى الحوار السياسي في مشكلات البلد، هذا غير صحيح وغير دقيق ولا ينتج. نرجع إلى شكل هذه المناظرة، لكن دعني أنتقل أستاذ عباس. أهلا بك أستاذ عباس مرة أخرى. وما مدى استعدادكم في الإطار التنسيقي لخوض هكذا مناظرة مع التيار الصدري، خصوصا دولة القانون؟ ممكن أن تساهم هذه المناظرة بحل هذه الأزمة أو حل حالتها، لو ممكن أن تكون فقط استعراضية؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولضيفك نور الكريم. بعد سقوط نظام حسني مبارك دخلت مصر جو جديد وسقف أماني كبير لتحقيق ديمقراطية، انفتح الباب للانتخابات الرئاسية في مصر
وتم يعني ترشيح عدد من كبار الشخصيات المصرية. في ذلك الوقت كان أكبر وأهم والمرشحين هم سيد عمرو موسى وسيد عبد المنعم أبو الفتوح، كان لهم نصيب كبير وجماهيرية كبيرة، وكان يراهن الشعب المصري يومها أن أحد هذين الرجلين سيحظى برئاسة جمهورية مصر. ولاستكمال الأماني المصرية وسقف الأماني رادوا أن ينقلوا التجربة الأمريكية في المناظرات إلى مصر، وبذلك نظموا مناظرة بين عبد المنعم أبو الفتوح وبين عمرو موسى. واستمر مدة شهر استعداد لهذه المناظرة والترويج إليها، وأرقام هواتف خاصة شورت نمبر والفضائيات تروج لهذه المناظرة، حتى حصلت المناظرة وإذا بها تسقط الرجلين من كل الحسابات وخرج من السباق الانتخابي نتيجة هذه المناظرة المشهورة الشهيرة، ولم تتكرر مرة أخرى لا في مصر ولا في بلد آخر. المناظرات دائما تجري خلال السباق الانتخابي في أمريكا الولايات المتحدة في الانتخابات الأمريكية لكسب أصوات المترددين، حزب الجمهوري والديمقراطي لكل منهما أصوات. من تحصل مناظرات ثلاث مناظرات أو أكثر أو أقل تكون لها شروط وضوابط معينة وموجودة في العرف والتقليد الأمريكي الانتخابي للتأثير على أصوات المترددين وكسب أصواتهم. في المشهد العراقي ماذا نريد من المناظرة؟ هل ماذا بعد المناظرة؟ يعني شنو النتيجة؟ يعني إذا سوينا مناظرة ما هو 24 ساعة مناظرات بالفضائيات؟ أنت اليوم تفتح أي فضائية عراقية تلقى مناظرة، واحد عن الإطار واحد عن التيار، ويصير حكي ويصير نقاش ويصير جدال. فهل أصبح الشعب يحل مشكلة السياسي أم هو السياسي يحل مشكلة الشعب؟ أنت لما تدخل الرأي العام في صراعاتك السياسية أصبح أن تصدر المشكلة للشارع العراقي، وهذا بمحاذير كبيرة ممكن يؤدي. لكن ما أعتقد أنه الرأي العام مهم جدا بالعملية السياسية بشكل عام. الرأي العام هو من يحدد الحجم السياسي أو الحجم النيابي في البرلمان وغيره. كما تفضل الأستاذ حسين، في الديمقراطية المباشرة الرأي العام يعني هو الجمهور، خلينا نقول كله يمارس الديمقراطية بشكل مباشر. هذا انتهى قبل 3500 سنة، كان يمارس في أثينا، وكان الجمهور عدد قليل جدا يعني يمارس الديمقراطية، وما كانت تجربة ناجحة. الشعب الناخبين يمارسون حقهم مرة كل 4 سنوات في يوم الانتخابات، يضع صوته في صندوق الاقتراع ويعود إلى البيت، وبالتالي هو وضع ثقته بالنائب الذي يمثله. اليوم النواب هم من يمثل الشعب، ولا يمكن أن الشعب يمثل نفسه بنفسه، حيث إذا احنا فتحنا الطريق للشارع أن يمثل، أن يعبر عن رأيه بشكل مباشر بدون عملية، بدون قانون، بدون تقنين، بدون آليات ديمقراطية. في هذه الحالة يعني سيد عباس، أفهم من كلامك أنكم في الإطار أو في دولة القانون غير مستعدين لخوض هذه المناظرة؟ هذا رأيي الشخصي، أنا أعطيتك رأيي الشخصي. السيدة حنان الفتلاوي، الدكتورة حنان الفتلاوي أبدت استعدادها للمناظرة. الأخوة في عصائب أهل الحق أيضا كتبوا يعني في بخصوص المناظرة، هناك أصوات داخل الإطار التنسيقي أبدت استعدادها للمناظرة. لكن الإطار، قيادة الإطار بشكل عام، الإطار لم يصدر عنها أي شيء رسمي بخصوص هذه المناظرة، وأنا أعطيتك رأيي الشخصي لتفسير وتحليل هذه القضية. أرحب بك سيد غسان، أهلا بك مرة أخرى عبر سكايب. وممكن أن نقول أن التيار الصدري لديه الإمكانية حاليا أو الاستعداد لخوض هكذا مناظرة مع خصومه من الإطار، لكن في هذه الحالة لماذا لم يحضر التيار الصدري لأي جلسة حوار، لم يستجب لأي بادرة حوار والجلوس مع الفرقاء السياسيين الآخرين إلى طاولة واحدة لمناقشة هذه الأزمة؟ شكرا. هي الجمهور من قناة الإعلام، السؤال لم يصل لي كامل. أعيد لك السؤال سيد غسان، دعني أعيد لك السؤال. يعني إذا كان هل هناك ترون يعني أكو استعداد، أكو إمكانية لدى التيار الصدري أي لخوض هكذا مناظرة أمام خصوم من القوى الإطار الشيعي؟ وفي هذه الحالة لماذا لم يحضر التيار أي جلسة حوار مع الفرقاء السياسيين؟ نعم. يعني لا شك ان الاستعداد السياسي وليس حديث، يعني وليس عمل اليوم، وزمن طويل جدا هنالك صراع وهنالك قطيعه كانت دائما وابدا بين التيار وبين قوى الاطار، وان تكاثرت او تقاسمت في مرحله معينه. هو خلافا تاريخيا قد يجد
قد يرجع الى ما قبل 2003 بمشاكل دينيه واجتماعيه لا مجال لذكرها. اعتقد الصراع موجود، والصراع كان في مراحل معينه هو مغطى بمبادرات بلقاءات بتحالفات لضروره ملحه يعتقدها التيار الصدري او الجانب الاخر بالاطار وقبل التحالف الوطني. ما اريد قوله أن المشكله الاساس بين التيار الصدري والاطار هي مشكله سياسيه بحته، وان الصراع القائم على يعني كتحليل سياسي الصراع القائم اليوم ليس على قضايا وطنيه عن سياده او عن رفاه مواطن او عن مكافحه فساد او عن استقرار النظام السياسي، لا لا، هو صراع من يستطيع ان يقل اكثر. الاطار الان يدعو ودعوات تكررت لحوار، والتيار الصدري يقول بصريح العباره انه لا ثقه بهذه القوى ولا لقاء مع هذه القوى. ممكن ان نجلس حسب تسريبات انه مع السيد العاملي على اساس انه يحظى بثقه وقبول يعني من قبل السيد مقتدى الصدر، لكن انا اعتقد انه هذه الحوارات لن ترضي الى شيء، وان القضيه معد لها ومتخطط لها ويراد لها ان تصل الى مرحله معينه حتى تحقق بعض الامور. الهدف الاساسي طيب. وهذا ما قراته من سياسه وتكتيك التيار الصدري انهم لا يريدون اي تفاهمات واي تقاربات واي او حتى ما طرح ما يسمى بالمناظره، ولا اعرف على ماذا المناظره، اي منعتها كسب وقت وغير منعتها الوصول الى مراحل متعدده وضرب ممكن تعتبر خطوات ضرب سياسي ضد الاطار. اي مؤتمرات ما ممكن ان تكون لان وصل الى كسر العظم، وتعرف انت حضرتك ويعرف اي متتبع انه معظم قوى الاطار هي كانت في يوم من الايام جزء من التيار الصدري، يعني وانشقت وانقسمت واختلفت واتهمت هي، وعادت الاتهام للتيار الصدري بالانحراف والطبيعيه والفساد. وما ممكن لهذه القوى المتصارعه والتي وصلت الى مرحله الانسداد الحقيقي بل الاغلاق الحقيقي بالعلاقات والتواصل ان تجلس وتتفق الا اذا كانت هنالك رغبه وضغوط، وهذه الضغوط ما ممكن ان تكون من الداخل باستثناء سيد غسان المرجعيه، يكون هنالك اجبار. نعم، في هذه الحالة سيد غسان، يعني إذا أنت ترى أن الخلاف السياسي فقط، الخلافات السياسية عادة تحل بالحوار بين الأطراف المختلفة سياسيا، لكن اليوم الحديث يجري عن اختلاف بالمشاريع، وهناك توقعات أن يكون هناك خلاف أيديولوجي بين هذه الجهات، باعتبار أن هذه الأطراف السياسية هي أيضا أطراف دينية عندها أيديولوجيات دينية، وربما تصل هذه الخلافات إلى خلاف أيديولوجي بين هذه الأطراف. سيد غسان، للأسف أنا أعتذر لك سيد غسان، فقدنا الاتصال يمكن وصلت مع بابل. أعود لك أستاذ حسين. شكل المناظرة ممكن أن تكون فقط استعراضية ما بين الأطراف السياسية اللي راح تخوض هذه المناظرة، وكذلك رغبة النائب حنان الفتلاوي بالمشاركة بها مع مطالبتها بضمانات، ممكن أن تكون خطورة على أي طرف يناظر التيار الصدري؟ الآن هذا موضوع الخطورة أيضا جزء من يعني تريد تسميه البروباغاندا الإعلامية، وجزء من يعني الدعاية الإعلامية، سواء الدعوة إلى المناظرة أو رد المناظرة بهذه الكيفية، كل الخيارين وكل الطروحات إذا هذه في إطار الردود الإعلامية والمناكفة السياسية يعني عبر الإعلام. اي طبعا هي طبعا طبعا، لانه السيده حنان الفتلاوي ان تظهر باسم الاطار لازم ان يكون قرار في داخل الاطار، لانه من القياده العليا للاطار قال انا قراراتي موحده، يعني بجميع الاطراف تشترك وتقرر انه قيام المناظره ومن المرشح الى هذه المناظره. السؤال اللي قدمته للاخ غسان للاسف انقطع الاتصال معه. نعم. بالنسبة إلى التقاطعات الأيديولوجية، إحنا يا ريت عندنا تقاطعات أيديولوجية. أنا كنت أريد أسألك هذا السؤال لكن سبقتك إلى أستاذ غسان. حاليا أكو اختلاف بالمشاريع مو فقط بالرؤى السياسية، أكو مشاريع تختلف ما بين الإطار والتيار الصدري. التيار الصدري إجا بمشروع جديد، لكن هناك حديث أو مخاوف ربما أو مخاطر من أنه التيار قد يأتي فعلا بمشروع مختلف جذريا باعتبار عنده خلفيات دينيه وعقائديه وانتماءات. لا،
موضوع الايديولوجيين بشكل واضح وصريح، جميع هذه الاحزاب الان المنقسمه بين اطار وتيار تنتمي على الاقل الى ايديولوجيا الاسلام السياسي، ولكن تختلف قبل عقود، قبل مئات السنين الاسلام تعرض الى انشقاقات ادت الى تكون مذاهب ومذاهب اخرى وتفرعت هذه المذاهب. ممكن ان تكون هناك رؤيه لشق الصف الشيعي الى هذه الدرجه؟ انا اتحدث عن رؤى سياسيه في داخل الممكن الاسلامي. نقول الممكن الاسلامي طلع بهذا بالاسلام السياسي، انه الاسلام يدير الدوله ويؤسس نظام سياسي شانه شان نظام الرأسمالي والشيوعي والاشتراكي وتفاصيل في العالم والقومي وما الى ذلك من انظمه، وطلعت هاي النظريات يعني في مطلع القرن العشرين واخذت مداها ونجحت في دولة وفشلت في أخرى ومقاربات أخرى في يعني مختلف المناهج الممارسة الإسلام السياسي، ونجحت تجارب مثل تجربة الجمهورية الإسلامية على الأقل في هذا. موضوع مختلف تماما، يا ريت أنه الحوار والحديث، وهذا الحديث فعلا مع الجمهور، ولكن أي جمهور؟ أنا ما أبتلي الجمهور اللي ما مبتلى بهذه القضية. مثلا علماني شو خاصة بالتقاطعات أو الأيديولوجيات الإسلامية واختلافاتها؟ واحد يريد دولة إسلامية يكون فيها ولي فقيه أو خليفة إسلامي أو كذا، ذاك علماني ما له دخل، شنو أقحم هذا الرجل؟ لكن هل ماكو أي ذكر للعلمانيين الليبراليين الشيوعيين القشرينيين؟ طبعا هناك يعني حديث فقط التيار الصدري وقوى الإطار الشيعي. تمام، احنا الان نتحدث بممكنات يقرها المجتمع الدولي ويقرها الشعب العراقي والشعوب المجاوره في تجربه ديمقراطيه فتيه عبر انتخابات وقانون ودستور. نعم، وانا اعطيك مفرده واحده يعني هاي اليك الاخوان بالتيار للاخرين، انه النظام العالمي باكمله الغربي الشرقي الداعي الى الديمقراطيه يريد اول ما يريد في هذه الدول الفتيه في الديمقراطيه حمايه النظام الديمقراطي وعدم عودة أي ديكتاتورية أخرى. ولذلك عندما طرح السيد الصدر مشروع الأغلبية السياسية وبرزت ملامحه واختزال المشهد، اختزال 65% من العراقيين في فرد واحد، واختزال أيضا 15% كرد في واحد، واختزال السنة في واحد، هذا الموضوع هو الذي أثار المجتمع العالمي الدولي وهذه الدول الراعية إلى مشاريعها الكبرى، مشاريع الهيمنة على العالم بعنوان الديمقراطية، قبل أن تثار القوى السياسية باعتبار أنها لديها جمهورها ولديها نوابها ولديها وتكون خارج العملية السياسية أو تكون خارج الحصة السياسية أو أنها لا تمارس دورا لا بالحكومة ولا في مكان آخر، لأنه حتى في موضوعات المعارضة أنت محقق أغلبية في داخل البرلمان وأيضا أنت ماخذ الحكومة، وانا عندي نواب وقاعد يعني انا صفر على الشمال في هذه المعادله. ولذلك هذا كان جرس انذار الى العالم الغربي قبل الشرق، والى العالم الخارجي قبل العالم الداخلي في داخل العراق، وهنا اصطدمت هذه المعادله، واضيفت اليها انها لم تتمكن من تحقيق الثلثين في مجلس النواب وانتخاب رئيس، ويمشي المشروع ويمر، وكان ممكن ان يمشي مشروع الاغلبيه السياسيه، والان احنا عايشين مثلا في حكومة أغلبية سياسية، والشارع وأجزاء من النواب الآن نناقش غير أمور، نناقش تفاصيل أخرى اتجاه الحكومة ومعارضة الحكومة أو الاتساق ومغالاة الحكومة المنتجة من الأغلبية السياسية. لكن هذه توقفت بعوامل بسيطة وسلسة وسهلة جدا جدا. أنا أقول هذا العالم الخارجي والغربي الذي يريد حماية الديمقراطية في العراق هو الذي رفض، وايضا بالاليات لم تستطع الاغلبيه السياسيه ان تحقق نصاب الثلثين في البرلمان وتوقف المشروع. طيب، يفترض انه احنا في كنف نظام ديمقراطي نذهب مع القانون مع النظام مع الدستور ونذهب الى الاليات الاخرى وننتج حكومه اخرى. طيب سيد عباس، ممكن ان تكلفون كإطار أو كدولة قانون السيدة حنان الفتلاوي لخوض هكذا مناظرة مع من يقابلها من التيار الصدري،
وهي يبدو أن لديها رغبة كبيرة بخوض هكذا مناظرة، خصوصا أن لديها تجارب. ونذكر أنه سابقا كان هناك لقاء يمكن قبل عدة سنوات جمعها، لقاء تلفزيوني مع المتحدث باسم تار الصدري الشيخ صلاح العبيدي، يمكن كانت قاسية على سماحة الشيخ صلاح. وحتى بعد هذا اللقاء لم يظهر الشيخ صلاح على شاشات التلفاز أو في لقاءات أخرى سنوات عديدة. نعم، أنا أعطيتك وجهة نظري. الإطار التنسيقي القرار متروك له، أنا لست متحدث باسم الإطار. الإطار يضم قوى شيعية مختلفة لها يعني قناعات مختلفة وتتوصل إلى آلية لصناعة قرار. لن تنتج يعني قرار وجهة نظر الإطار التنسيقي عبر بياناته الرسمية اللي يصدرها. فلحد الآن لم يصدر عن القرار عن الإطار التنسيقي أي قرار بهذا الخصوص، والقرار متروك له بالتأكيد طبعا. لكن وجهة نظري طرحتها لك بخصوص المناظرة والمناظرات مستمرة. يعني من خلال وجودك أنت في دولة القانون، نعم، عندكم رغبة لخوض هكذا مناظرة؟ دولة القانون لا تفرض آراءها على الإطار التنسيقي، تحترم كل الآراء داخل الإطار، داخل هذا المكون. وصناعة القرار في الإطار التنسيقي بالتفاهم، هو إطار تنسيقي ينسق وجهات النظر بين القوى السياسية الداخلة بالإطار اللي هي الطيف الشيعي. نعم. فبالتالي هم أصحاب القرار يعني بالتأكيد، وقرارهم يكون صريح، قراراتهم شفافة وصريحة وتعلن للرأي العام عبر بيانات رسمية. طيب، بالنسبة لتيار الصدري، أتعتقد أنه سمحت السيد الصدر كان يعد لهذا الموضوع على نار هادئة من أجل أن يطرحها في وقت مناسب ومع التزامن مع تراكم هذه الأزمات، وبالتالي قد تكون خطوة تصعيدية لا يستطيع الإطار التنسيقي الشيعي أن يقف أمامها؟ حقيقة احنا غارقين في التكتيك، التيار الصدري يسرف في التكتيك يعني في على حساب الاستراتيجية. نحن بالنهاية يجب أن نكون نعمل ضمن استراتيجية، ماذا نريد بالنهاية؟ وأين يعني نحن نمثل الجزء الأكبر من الشعب العراقي في وسط إقليمي ملتهب في وضع سياسي خطير، العالم يعيش تقلبات خطيرة، الصراع الأوكراني الروسي، الصراع بين الشرق والغرب، المنطقة نفسها منطقتنا الشرق الأوسط تعيش انقلابات في العلاقات. يعني شوف الإمارات اليوم فتحت سفارتها في إيران، شوف رممت علاقتها مع تركيا، شوف الاجتماع اللي حصل بالعلمين بين الدول، هذا التحالف الرباعي، هذا كله يوحي بحراك سياسي في هذه المنطقة. هذا يتطلب أن يكون بالعراق قرار موحد، قرار قوي. إدارة الدولة ليست مكافحة فساد ونزاهة، الحكومة أو الدولة ليست هيئة نزاهة، الحكومة أو الدولة لديها استحقاقات كبيرة وعميقة ومهمة تمس التاريخ، تمس الواقع، تمس الجيوبوليتيك، تمس قضايا كثيرة تتعلق بإدارة الدولة وقيادتها، وخاصة في مراحل الصعبة التي تعيشها كالمرحلة التي تعيشها منطقتنا، منها تطبيع، منها صراع، منها أمن طاقة، منها انسحاب أمريكي، حراك مختلف الاتجاهات والجوانب وأبعاده خطيرة. وإحنا غارقين في قضايا تكتيكية، أحدنا يريد يضعف الآخر ويضعف قرار الآخر. إحنا وحدة قرارنا هي اللي تمنحنا القوة. العراق لديه علامات أو معالم أو عوامل قوة، وأيضا لديه عوامل ضعف. بصراحة الجغرافيا والتاريخ يغبن العراق، إحنا لو ندرس ونتعمق بوضع العراق لديه الكثير من عوامل الضعف يتلافاها بناء قدراته، بناء قراره، بناء وعيه السياسي، ثقافته السياسيه. اذا نظرنا للعراق ونريد ماكو تدخل يعني خارجي، ونريد نبتعد يعني نريد سياده العراق، ونريد نبتعد عن التدخلات الخارجيه، يجب ان نحصن قرارنا، نحصن شعبنا، نحصن جمهورنا. هذه الرغبه سيد عباس، نعم، هي الابتعاد عن الاراده الخارجيه. هناك مطالبات من بعض سيد الكريم، انا اريد اوضح لك معادله، بس لو تسمح لي معادله. نعم. قوة السيادة تكمن في وحدة القرار، أن يكون قرارك عراقي. لكن أكو أطراف سياسية لكن وهي تطالب بتدخل خارجي من أطراف خارجية إقليمية أو حتى من الأمم المتحدة، لا تطالب برقابة، لا حتى إشراف من قبل الأمم المتحدة. نعم، يجب أن ننتبه إلى عوامل قوة هذه الدولة، ونكون نحن نكون الديمقراطية والحراك السياسي والتنافس، ليس صراع سياسي. إحنا للأسف الديمقراطية لدينا عبارة عن ممارسات لم تصنع لها قيم وثقافة سياسية موازية تدعمها. الديمقراطية تحتاج إلى قيم، إيمان بالمختلف، إيمان بالشراكة، إيمان بالآخر. وإذا لم تكن مؤمنا بالآخر وبالشراكة وبالمختلف فما فائدة الديمقراطية؟ مجرد أن تصل إلى السلطة، مجرد أن تحصل على السلطة عن طريق الانتخابات،
هذه ليست ديمقراطية، ديمقراطية ليست صندوق انتخابات حسب، بل هي قيم موازية وإيمان مثل ما قلت لك، إيمان بالمختلف وبالآخر وبالحوار وبوجهات النظر الأخرى، خاصة نظامك السياسي في العراق نظام ائتلافي، نظام توافقي يقوم على الحكومات الائتلافية، وهذا نظام مطبق في عدد من الدول. أنت تتصرف مع النظام الائتلافي بعقلية النظام الرئاسي، النظام الرئاسي اللي موجود. أنا أشوف بعض المحللين والخبراء، بعض السياسيين وبعض النواب من يتحدث كأنما يقارن بالتجربة الأمريكية أو بتجربة بلدان فيها نظم رئاسي. يا أخي الكريم، النظام الرئاسي معادلة صفرية بها فائز وخاسر. النظام البرلماني هناك أحجام مختلفة، هناك كتلة لديها 10 نواب، هناك لديها 50 نائب، كل الكتل فائزة، كل الكتل داخلة في البرلمان الذي لديه نائب واحد، والذي لديه 50 نائب هو يمثل شرائح من المجتمع العراقي، من الشعب العراقي. الصوت الواحد في الديمقراطية له أهميته من أهمية احترامنا للمواطن. النظم الديمقراطية تحترم المواطن الواحد، كيف بك إذا آلاف المواطنين أو ملايين المواطنين؟ لا يمكن اختزال الشعب بشخص أو بحزب أو بقوة سياسية وفق النظام الديمقراطي، خاصة مثل ما قلت النظم التوافقية أو النظم البرلمانية التي يعني ينتهج العراق هذا النظام البرلماني. أما الإصلاح، يعني الإصلاح السياسي للنظام البرلماني، هناك أصوات كثيرة تدعو لإسقاط النظام، تدعو لإصلاح النظام. حقيقة هذه قضية خطيرة، طرح خطير. أنت لما تدعو لإسقاط النظام أو إسقاط الدستور، أنت مسارين، وكثير هذه الأصوات نسمعها وتتعالى، صار لها سنوات وبدت تصاعد. أنت لما تسقط النظام وين تودينا؟ راح تودينا إلى المسار الليبي أو المسار اليمني، لأن العراق ما يشبه مثلا الدول اللي سقط نظامها وعندها مؤسسات راسخة والسلاح بيتجاوب. لكن سيد عباس، عذر المقاطعة، حاليا يعني الخلاف ما بين التيار والإطار، التيار يطالب بإصلاح النظام لا إسقاطه كما كانت إصلاح النظام. يا أخي يا سيدي الكريم، إصلاح النظام له مسار واحد، النظام يصلح نفسه بضغط خارجي، لا يمكن أن يصلح النظام إلا هو يصلح نفسه. إذا بتدخل خارجي الموضوع سيتعقد أكبر، إذا بإسقاط النظام وتفكيك بناه أيضا سنذهب إلى الفوضى ولا الحروب الأهلية التي لا تتوقف. الحل الوحيد، المسار الوحيد الممكن والسهل وفاتورته بسيطة، هو النظام أن يقوم بإصلاح نفسه، إصلاح القوانين، منظومة القوانين، إصلاح الدستور، إصلاح القيم الموازية للنظام، إصلاح التقاليد السياسية التي أساءت كثيرا، تغيير الأشخاص. لأن الآن كل واحد ينظر من زاوية واحدة، يعني يقول لك أنا هذول فاسدين، فاسدين السياسيين. طيب هؤلاء فاسدين، النظام أيضا فيه مشاكل كثيرة، مشاكل في التعليمات، في القوانين، في الدستور، في البيئة القانونية، في التقاليد، في القيم الموازية. النظام ليس عبارة عن أشخاص، النظام السياسي، النظام السياسي أعمق وأكبر. لا. وإصلاح النظام يتطلب إرادة، يتطلب فهم، يتطلب شفافية، يتطلب نزاهة. النظام لا يتم إصلاحه بالشعارات أبدا، ولا بالكلمات، ولا بالمساجلات، ولا بالجدل. هذه الأمور لا تصلح النظام، بينما تعمق الأزمة، تعمق المأساة. نحن نريد مخرجات واضحة، نريد استراتيجية، نخرج من عملية التكتيك والغرق في التكتيك وعملية الصراع الذي يتحول إلى عدوان بعض الأحيان. هو بالحقيقة تنافس، هم أخوة في الوطن وفي الدين وفي المذهب، مشتركاتهم كثيرة. اترك نقاط الخلاف وتعال إلى نقاط الاتفاق، هم لديهم استراتيجية واحدة. خلينا سيد عباس نترك هذا الملف وننتقل إلى ملفنا الآخر مع مشاهدينا الكرام لنتابع أبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، تجمع الجماهير المحتشدة عند أسوار المنطقة الخضراء على أهمية مزاولة المجلس النيابي لأعماله ومناقشة العديد من الملفات، أبرزها تسمية ما تبقى من الرئاسات، لما لهذا التعطيل من ضرر واسع على الحياة العامة للمواطن، فضلا عن ملفات الفساد التي فاح يطرها. ونتابع هذا الملف بمشاهدة هذا الاستطلاع الذي عده لنا الزميل علي حبيب. فنتمنى من الجميع ومن الأخوة في الإطار التنسيقي ومبادرة هادي العامري جزاه الله خير، ورسالتنا للسيد القائد مقتدى الصدر حفظ الله، الجلوس للحوار ويحلون هاي النزاع، لأن العراقي مر منعطف خطر، منعطف خطر هذا اللي احنا نمر به، وداعش يتربصون هنا وهناك. الاعتصام مستمر منذ أيام من أجل المطالبة بالتثبيت مؤسسات الدولة واتباع القانون والدستور. هذه الأمور اللي تحدث الآن هي مضرة بالشعب العراقي ومضرة بمصالحه، لذلك نحن نطالب من الحكماء والعقلاء أن
يجلسوا على طاولة واحدة للحوار. هذه الأمور تؤدي إلى تعطيل المصالح. اليوم الشعب خارج اللي يطالب بفرض الدولة، بفرض القانون، بفرض السيادة. أنا الآن ليس للشخوص وليس لجهة معينة، أنا إنسان مواطن جيت لي جاي كيشاهد أحوال الناس فطبعا احنا نشاهد اختلافات والوضع السياسي، احنا لسنا بناس سياسيين، ولكن نطلب منهم كأخوة وكناس تعتقد بأهل البيت بأن يسيروا على منهج أهل البيت، لأن أهل البيت منهج وسلوك وعقيدة حقه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا في ملفنا الثاني، ونرحب بداية بضيفنا الكريم في الاستوديو. أهلا بك مرة أخرى المشرف العام لمركز الدالة للدراسات الأستاذ حسين شلوش. أهلا بك مرة أخرى، وكذلك نجدد الترحيب بعضو ائتلاف دولة القانون السيد عباس عبود بصوت وصورة من بغداد. أهلا بك مرة أخرى سيد عباس، ونجدد الترحيب بالسياسي المستقل الأستاذ غسان الشبيبي انضمنا مباشرة عبر سكايب من بابل. وأعود لك وأبدأ معك سيد غسان، نعتذر عن الخلل بنقل الصوت. وبخصوص تعطيل العمل البرلماني حتى الآن، هناك اليوم ملفات فساد كبيرة يتم تداولها والحديث عنها. ملف يمكن إحدى الشركات والحديث عن يعني ضياع 600 مليون دولار أو مليار، أرقام كبيرة. وكذلك الحديث عن فساد وزير الصناعة السابق والكثير من الملفات من ضمنها وأهمها الرقابة على أموال قانون الأمن الغذائي. ما مدى أهمية وجود البرلمان في هذه المرحلة؟ نعم، شكرا لحضرتك مجددا أستاذ، وتحية لضيوفك الكرام. لا شك أن مجلس النواب اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة جدا، وأعضاء مجلس النواب اليوم عددهم 329 نائب للأسف الشديد، جميع هؤلاء لم يقوموا بواجبهم، وكان تحدي لهم واختبار هذه المرحلة أن هنالك تظاهرات شعبية كان المفروض بهم أن يكون لهم دور ويكون لهم موقف، ليس فقط بالمراقبة والمتابعة والتدقيق والتحقيق قدر ما أن يكون هنالك لهم رأي ودور في دراسة ما يدور اليوم من واقع سياسي مرير وانسداد سياسي وظروف سيئة يعيشها البلد. كان المفروض أن يكون لهم جلسة وجلسات طارئة تناقش كيفية الخروج من هذا الواقع المرير وكيفية الوصول إلى حلول ممكن أن تستعيد البلد وتستعيد استقراره. مصالح الناس معطلة، ومجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة اليوم حقيقة الكاملة الصلاحيات هو مجلس النواب، لكن مجلس النواب يتنصل عن مسؤوليته ولم يكن بمستوى المسؤولية، وبدءا من قوى الإطار وقوى السيادة وقوى الديمقراطي والاتحاد الكردستاني، هؤلاء مسؤولين بوصفهم الكتل الكبيرة، ويقع على عاتقهم أن يكون لهم جلسات. أيضا الدور الرقابي، أعتقد أن الدور الرقابي وللأعضاء مجلس النواب لا يحتاج الحضور إلى مجلس النواب أو الاجتماع الطالب قدر ما أن يكون لهم دور في متابعة المؤسسات والتواصل مع القضاء والنزاهة ودوائر الرقابة المالية وزيارة مؤسسات الدولة. ممكن يحتاجون إذا كان الأمر ضروريا لاستجواب أو استفتاء أو طرح أسئلة معينة. اعتقد ان مجلس النواب اليوم عليه يعني مسؤوليه كبيره جدا، للاسف الشديد متنصلين وبعيدين، واثبتوا انهم غير قادرين على تحمل هذه المسؤوليه. واحده من الامور الاساسيه التي يدعو لها الشعب ان يحل هذا طيب دوره، نعم لم ينجحوا ولم يستطيعوا في عقد جلسه طارئه. ايضا يعني دوس الرساله، اعتقد انه الاطار هو لم يسعى لعقد هذه الجلسة، ما أعرف هل هو خوف من التيار الصدري أن تحسب هذه التقاطعات وتحدي للتيار إن استطعنا أن نعقد جلسة، أو هو راغب أن تستمر هذه الأمور بهذه الطريقة وبهذه الفوضى. الإطار يتحمل مسؤولية كبيرة جدا، خاصة أنه عنده أكثر من 100 نائب مع حلفاء حسب تصريحاتهم تصل إلى 174 نائب. لكن سيد غسان إذا تسمح لي، إذا قام الإطار أو إذا قام البرلمان متابعة سيد غسان إذا تسمح لي، هذا خطأ وخطأ. إذا أقدم البرلمان على عقد جلسة في مكان آخر في النجف أو في الأنبار أو حتى في أربيل،
ما تعتقد سيد غسان إذا البرلمان عقد جلسة في مكان آخر راح تكون تداعيات هذه الجلسة على هذه الأزمة السياسية بتعقيدها بشكل أكبر وأخطر؟ شوف سيد الفاضل، الإطار يتكلم من فترة يعني من شهرين أو ثلاث أشهر يتكلم عن الدستور وعن القوانين أنه واجب تطبيق الدستور واحترام التشريعات، وأعتقد الدستور يبيح ويسمح ويجب أن لا نتجه إلى الشارع وإلى الضغط وإلى التحديات الشعبية وتحريكها باتجاهات. فأعتقد اليوم الإطار عليه أن يستمر وأن يعمل وفق طروحاته ويقول نعم الدستور فرض وأعطى مجال لنا والنظام الداخلي لمجلس النواب يسمح لنا أن نعقد هذه الجلسات. وأعتقد هناك أكثر من 5-6 محافظات هي جاهزة لاستضافة جلسات مجلس النواب، بالإمكان حمايته والأخوة في التيار الصدري المتظاهرين هم يتظاهرون ويعتصمون وفق نظام ودستور وقانون وطالب ومن حقهم هذا، لكن على القوى السياسية الأخرى أن تعمل وأن تعقد هذه الجلسات. نعم. التعقيد إلى متى؟ أنا أعتقد التعقيد هو حاضر، يعني اليوم الإطار إذا فعلا ما يريد يروح إلى تعقيد وتقاطعات مع التيار الصدري خلص خليه ينزل لرغبات التيار الصدري ومطالبه ويجلس لحل مجلس النواب ويذهب، يعني يشوف التيار الصدري شنو يريدون اليوم؟ يردون حل مجلس النواب وبعدين انتخابات مبكره وبعدين على هالاساس هذا خلاص ويعطيهم اذا ما يريد تعقد، او يقول لا انا قوى سياسيه وتحكمني نظام ديمقراطي واكو دستور وهذا الدستور يسمح لي ان امارس عملي وصلاحياتي وعندي غالبيه في مجلس النواب، اذا اذهب لاعقد جلسات مو فقط لحل مجلس النواب او لمناقشه ظروف البلد الاستثنائيه، بل اذهب الى بعيد ان استطاع ان ينتخب رئيس جمهوريه وتكليف رئيس وزراء، واعتقد هم غير قادرين على هذا، لكن من يدعي انه ينتمي للدستور والنظام الديمقراطي ويحترم توقيتاته عليه ان يمضي وفق هذه السياقات ولا يقف معاطل ومعطل لمصالح الناس ولمصالح البلد ويطرح مبادرات يوم بعد يوم. طيب. وهو يعلم تماما انه الطرف الاخر ما ممكن ان يقبل من عنده اي مبادره، لان القناعات وصلت على انه لا لقاء مع هذه القوى السياسيه ولا عمل. وهذه إرادة حقيقة يعني للأمانة أنقلها أن القوى السياسية التقليدية هي اليوم في موقع رفض وكره من قوى من معظم أبناء الشعب العراقي، والقوى التقليدية لا واضح فكرتك سيد غسان. اسمح لي سيد غسان اسمح لي أنتقل إلى أستاذ حسين. قضية شركة عشتار وكذلك قضية التسريب عن وزير الصناعة السابق والمحافظين في صلاح الدين محافظين حرب. قضايا خاصة بالبنك المركزي، قضايا خاصة بوزارة المالية، ملفات خاصة بمصارف أهلية وحتى حكومية وحتى مصرف الرافدين، إضافة اللي ذكرت بداية حصاد أموال المخصصة لقانون الأمن الغذائي ومتابعتها، إضافة لكل هاي المخالفات من حكومة تصريف الأعمال تجاوزها البعض الأطر القانونية والدستورية أيضا، هاي مو توجب عقد جلسة للبرلمان لمتابعة كل هاي الأمور غير يعني تشكيل حكومة وغيرها؟ تمام، أنا فقط يعني بتعليق على كلام الأخ أستاذ غسان من بابل من الحلة. نعم. أنا أقول هناك عقدتين الآن في عدم عقد جلسة البرلمان، لا تتعلق بالإطار ولا تتعلق بالتيار، تتعلق في فردين اثنين، واحد الحلبوسي هو الذي علق جلسات البرلمان وهي مسؤولية، والمسؤولية الأخرى على هذه الحكومة. هذه الحكومة الآن هي المدانة من الشعب، هي المدانة من الشعب لأنها لم تتمكن من حماية أبناء الشعب، ممثلي الشعب ما قدروا هم يحموهم أو يحمون مكانهم أو كذا، شنو يعني الموضوع؟ مصادفة أنه الحكومة لم تستطع أن تؤمن مكان لعقد جلسات البرلمان. ما تعتقد تكون يعني تداعيات هكذا جلسة انعقدت باتفاق الإطار مع السيادة والديمقراطي والوطني؟ تمام. راح تكون تداعياتها خطيرة على هذه الأزمة وربما تفاقمها؟ لا، مو يعني مو هكذا، ما هكذا تورد الإبل يعني أما أو، يعني ليس يعني أسود أو أبيض، احنا نتحدث الآن في السياسة، والسياسة تحتمل وتحتمل ومن ثم ايضا تحتمل الثالث، الاحتمال الثالث ايضا وليس احتمالين، ونحصر نفسنا في هذه، احنا حاصرين نفسنا في هذه الزاويه، زاويه التيار زاويه الاطار، وهذا يقبل الاطار يقول التيار يتنرفز او يستفز، والتيار يقول يمشون غصبا عليه وما اخليهم والى اخره، هذا مو سياسه، هذا مو عمل سياسي، هذا تعطيل دوله
بأكملها. بالتأكيد أي حزب سياسي يشترك بالعملية السياسية ويقوم بفعالية سواء ضمن القانون والدستور أو خارج القانون والدستور هو لديه أهداف، هو لديه حاجات، هو لديه قضايا، هو لديه أشياء يريد أن يحققها. فأعتقد كل الأطراف تعرف ماذا يريد، ولكن المسؤولية الآن في التأخير، المسؤولية المباشرة في التأخير تقع على السيد الحلبوسي رئيس البرلمان وعلى السيد مصطفى الكاظم رئيس الحكومة. سيد غسان وحتى بعض المتابعين يمكن للشأن السياسي يلقون اللائمة والمسؤولية على قوى الإطار. الإطار رشح رئيس وزراء وانتهينا يعني خلاص. لكن عقد جلسة شيء مهم حاليا. دعني أنتقل بسؤال أخير إليك سيد عباس وعذرا لضيق الوقت. الإطار حاليا يعني متخوف من عقد هكذا جلسة، أكو إمكانية لعقدها؟ الإطار حاليا الشيعي غير قادر على عقد هذه الجلسة. ليس متخوفا بل يعطي الفرصة للحوار رغبات التيار الصدري يصل بالنهاية إلى تفاهم مع التيار الصدري قبل عقد هذه الجلسة. خيار عقد الجلسة قائم ودستوري وقانوني ومفروض على الإطار التنسيقي أن يمضي في عقد الجلسة، لأن العراق البرلمان في العراق لديه واجبات سياسية وتشريعية ورقابية، يعني ليس كأي برلمان في العالم. من البرلمان العراقي يخرج رئيس الوزراء، يخرج رئيس الجمهورية، ومن البرلمان العراقي تخرج القوانين، والبرلمان العراقي يراقب. البرلمان هو مركز العملية السياسية واليوم تحول إلى مركز الأزمة، وبالتالي الحكومة الموجودة الآن لم تخرج خارج الصلاحيات، يعني الحكومة الآن تجاوزت المدة المقررة لها، حكومة غير شرعية تقريبا، يعني فيها مشكلة. فبالتالي واجب عقد الجلسة، واجب المضي بالاستحقاقات الدستورية. راح تعملون على عقد هكذا جلسة؟ هذا مسار قائم ومسار الحوار قائم، والأفضل أن يكون حوار في مكان آخر قصدي، مو بالبرلمان المعطل حاليا. بالتأكيد، لكن هو التفاهم أولى، التفاهم مع التيار الصدري للوصول إلى حل يجنب العراق أزمة أكبر. هذا الخيار الأول طبعا للإطار التنسيقي، خيار التفاهم والحوار هو الأهم، لكن عقد الجلسة يجب أن يتم وفق استحقاقات دستورية، لأن أنت من المسؤول عن تعطيل البرلمان، تعطيل العمل السياسي في العراق؟ لو وصلت فكرتك. نعم. سيد عباس عبود عضو ائتلاف دولة القانون، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك سيد عباس، والشكر الجزيل لكم السياسي المستقل أستاذ غسان الشبيب ضمننا وكنت معنا مباشرة عبر سكايب من بابل. شكرا لكم سيد غسان، والشكر لكم المشرف العام لمركز دالة للدراسات الأستاذ حسين الشلوشي، شكرا لوجودكم معنا، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.